ان شاء الله نخدموها ان شاء الله. الله يسلمك. يعطيك العافيه. او نشوف نقائص سي بون. عملية يدوي قلنا عمال وراشة اس تي بي يبقاو هنا في الاستاذ افريقيا والجزائر البيضاء يروحوا للاونس ديسمبر. لا لا الجزائر الثانية قال لك يبقاو الاونس ديسمبر نبقى في هذه كاين ياك شراج وعندنا نخوض من الشوارع مانيوال داكور هادو كنخسرو جوج رشيد هادو معكم لهنا الجزائر البيضاء وتاع الجزائر البيضاء بعد الواد واحد عند الجير. لا لا ما تقعدش عند الواد واحد عند الجير الجزائر البيضاء خلاص مانيوال الخدامه تاعنا تاعو تاع طرو ليه رشيد تتكلم فيه هنا ويدخلوا للحيطه عندك شو جائزة لأحسن حي تكون جائزة مش طابلو واسمو جائزة قيمة باش الاخر كي يعرف بدي الحي تاعو عن طريق الجمعية نعطي له ميكرو كيلو بورتابل نعطي له لها القيمة اللي باش نعطي له اللوكال نعطي اللوكال للجمعية تخدم صحيح جاب العام تاع الحضارات واش راك لاباس بختي الاجل ما عندكش بختي الاجل ما عندكش تيليفون هي هي بدل هي بدل ويعطوني التجار جاولها جاولها الوزاره نطبقوا الخبير عاونونا احنا رانا نخدموا عاونونا رانا نطفوا عاونونا والكانت رانا نخدموا وحاجه واحده اخرى نخدموا صحيح وراهم الشباب ولا تكون يعاونونا راهم معاهم هذه هذو دارو هام دارو شتي كيفاه سمير فكرة في المناسبة لا ما بين كنا خطوات هذه كنا خطوها يوميا شكرا وشكرا 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 وشكرا
هل تخدم مصلحة سكان الحي أم أنها مجرد مناسبة وتفاعلات؟ لا تخدم مصلحة سكان الحي. شنو تقترح تبعها؟ كيما ماذا بينا نتجنبوا كاع كمواطنين وكيما ماشي حتى السلطات ولا البلدية ولا لازم المواطنين حتى يكونوا مواطنين. بصح أنا شوف في لحظة ما كانش تعاون هكا بعيد بين التنسيق. التنسيق علاش؟ التنسيق علاش؟ الناس ما عندهاش معلومات ما عندهاش. واش اللي لعب لها مرة كاين في مدى الكبير في العمار صافي استنى في التراكتور باش يجي يهز لنا ونعرفوا عملية التسجيل راه قايمة. عملية التسجيل وين؟ هنا في الحي. لا خلاص لا تتوقع هذا خليه مت شكله متبعني انا بس هذا الفيديو هكذا خليه كيما متبعني بقى اللي في اي مصور ارفع راسك صوت 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 ص